السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا بنات؟ الاخبار يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى بإذن الله هنعمل حاجة سهلة جدا واقتصادية وجميلة جدا جدا، تنفع للفطار وتنفع للعشاء وتنفع بين الوجبات. بس يا ريت قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد، وتفعيل الجرس. هعمل لو عندك مكرونة شعرية وعندك مج كده من الطحين او الدقيق، هنعمل بقى بيه بإذن الله حاجة جميلة جدا هتعجبكم برضو. بس يا ريت في البداية ما تنسوش تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجة عندي بقى بجيب حلة على النار بالشكل ده كده، ببدأ ان انا انزل بيها بمكعب من الزبدة او بنزل بيها بالسمنة البلدي على حسب ما تحبي، زيت برضو ما فيش اي مشكلة على حسب المتوفر عندك. دايما بنقول ما تكلفيش نفسك، حطي الاضافات المتاحة عندك. طب لو انا مثلا عندي سمنه وزبده والحاجات دي كلها هعمل ايه؟ الافضل ان انت تعمليها بالسمنه البلدي، بيطلع طعمها تحفه جدا بصراحه. يلا بينا بقى نحط لايك الاول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض. اول حاجه عندي عملتها بقى، حطيت كده ايه حوالي معلقتين من السمنه البلدي او الزبده على حسب بقى المتوفر عندك زي ما اتفقنا. هنزل عليهم بشويه كده من الشعريه، يعني انا شايفه ان الكميه دي غالبا كافيه. الكميه دي كلها حوالي نص كيلو من الشعريه. طبعا تبداي بقى كده ايه ان احنا في البدايه نوزع عليها كميه يعني كميه الماده الدهنيه كامله، بحيث ان كلها تاخد معاكي نفس التسويه ونفس الطعم، وكمان ما تبقاش حته يعني مليانه وحته حته مليانه سمنه بقى وكده وحته لا. ببدأ ان انا اقلبها بقى بالشكل ده كده بسم الله. طبعا انا هقلبها كلها لحد ما تستوي معايا، لحد يعني ما تاخد اللون اللي انا محتاجاه، وبعد كده هوريها لكم بقى ونشوفه هنعمل ايه تاني. دلوقتي بقى بنبدأ ان احنا نقلبها، شايفين طبعا اللون. انت بقى لو انت حابه تعمليها شايفه اللون بتاعها كده مناسب مفيش مشكله، لو انت حابه ان انت تغمقيها معاكي شويه برضو ايه دي حريه شخصيه، يعني على حسب انت وذوقك، على حسب ما تحبي انت وذوقك في الاكل. هي طبعا باينه في الكاميرا هنا، يعني افتح شويه، مش هي مش باينه برضو كويس، باينه افتح شويه. انا هديها يعني ايه تقليبه كمان وبعد كده هنبدا ان احنا نرفعها بقى من على النار، يعني ايه نبطل مش هخليها تاخد لون يعني اكتر من كده، هوقف بقى بعد اللون ما يتظبط معايا. دلوقتي بقى بعد ما اخدت معايا لون بالشكل ده كده، شايفين طبعا بقت عامله ازاي، هنزل بقى بالحليب بسم الله واحده واحده وانزل تحطي. طبعا النوع ده من الحلل عامه بياخد يعني بيسخن معايا بسرعه جدا، فيعني ما بياخدش وقت خالص في التسويه بصراحه. بعد طبعا ما ضفت معايا الحليب هبدا ان انا هزود لسه كمان حليب، بضيف حوالي لتر من الحليب وهبدا ان انا اضيف السكر. السكر بقى اضيفيه بالتدريج، يعني انت على حسب الرغبه، حابه ان انت تحطي سكر كتير سكر قليل على حسب ما تحبي. هديله طبعا تقليبه بالشكل ده كده بحيث ان هو ايه يعني يتقلب معايا ويديني طعم محلي شويه. هزود برضو كميه الحليب معايا. طبعا حابه اقول لكم على حاجه، انت بقى لو هتضيفي زبيب الافضل ان انت تضيفيه في الوقت ده، بيبقى معاكي يعني ايه جميل جدا وبينفخ معاكي كده وبيبقى حلو قوي. هبدا اضيف كده زبيب، طبعا وقعت فيها كده شويه جوز هند، مفيش اي مشكله، هيدوني طعم جميل جدا برضو. بمجرد بس ما بتبدا تستوي معايا، هي كده لسه نيه، بمجرد بس ما بتبدا تستوي معايا ببدا ان انا اضيف عليها الطحين بتاعي او الدقيق. اهم حاجه ان انت تسيبي فيها لسه تخليها سايله يعني كده، يكون فيها نسبه سوائل، بتبقى معاكي جميله جدا. لو انت مش بتحبيها بالطريقه دي او بالشكل ده عامه، او ان هي يعني يكون لسه فيها بواقي، تقدري ان انت تضيفي عليها يعني تقدري ان انت تضربيها مثلا بالهاند بلندر ولا حاجه، بتبدا اهو تاخد غلوه معايا. هغطي عليها بقى بالشكل ده كده وهسيبها شويه تستوي.
وبعد ما تستوي هوريها لكم بقى وتشوفوا كده ايه يعني ايه المراحل اللي بعد كده وهنعمل فيها ايه تاني. بس دي من الحاجات الجميلة جدا اللي بتسرع معايا يعني بتدفي معايا جدا في الشتاء، بتسرع معايا التدفية بطريقة جميلة جدا، وكمان برضو بتشبع بطريقة يعني ما اقولكوش. دلوقتي بقى خلاص اهي دخلت في التسوية معايا، بقيت بالشكل ده كده. عايزة اقولك بصي لو دورتي فيها هتلاقي هو اصلا مش باين دلوقتي الزبيب، بس يعني لو دورتي فيها لو شفتيه قدامك عامة هتلاقيه بينفخ كده معاكي وبيبقى جميل جدا. هاخد بقى دلوقتي الطحين بتاعي وتعالوا بقى نشوف هنعمل فيه ايه. دلوقتي بقى بجيب عندي هنا المية او المادة السائلة بتاعتي على حسب يعني انت هتحطي ايه. هنزل على طول بالنشا او الطحين بتاعي، انا طبعا حاطه طحين مش حاطه معايا نشا، وهبدا بقى ان انا اقلبه كله بنفس الشكل. ببدا بقى ان انا اخده بالشكل ده كده بسم الله، وان انا اقلبه معايا بقى زي ما انتم شايفين كده. ده مج كامل من الطحين، انت بقى براحتك على حسب السمك بتاعك انت عايزه السمك يبقى عامل ازاي. شايفه طبعا عامل ازاي. لو انت ما عندكيش مثلا طحين تقدري تضيفي نشا مفيش اي مشكله، او الكورن فلاور براحتك. تعالوا بقى نشوف على النار هنعملها ازاي وهتكون عامله معانا ازاي. دلوقتي بقى بنزل عندي بكل كميه الطحين اللي عملناها بالشكل ده كده. طبعا هبدا ان انا اقلبه معايا بسم الله، وهعلي بقى النار. بتبقى معاكي الوصفه دي جميله جدا، شايفين بدات تمسك ازاي اهو. بصوا بقى الزبيب معايا بقى عامل ازاي، كله نفخ وبقى جميل جدا. هقلبها بقى معايا كده واخليها تاخد غلوه هي كمان. بتبقى حلوه قوي الوصفه دي، تنفع للعشاء وتنفع للغدا وتنفع بين الوجبات، جميله جدا. هبدا ان انا اقلب بقى بالشكل ده كده بسم الله، واسيبها بقى. طبعا خلاص اهي بعد ما اتقلبت معايا بالشكل ده هسيبها تاخد غلوه وهفضيها معاكم واقدمها معاكم دلوقتي وتشوف شكلها يكون عامل ازاي. طبعا اخر حاجه عندي هضيفها وهي الفانيليا. هتضيفي طبعا فانيليا بودر او سايله، بتديكي طعم جميل جدا. دي فانيليا مركزه زي ما قلت لكم، دي بجيبها العلبه دي كلها ثمنها 4 جنيه، مركزه وجميله جدا، احسن من كذا كيس ممكن تجيبيه. ناس كتير جدا بتسالني عن الحاجات دي، هتلاقيها في السوبر ماركت كمان، السوبر ماركت اللي هي الكبيره في قسم العطاره بتلاقيها موجوده. قلبي بس من وقت للتاني برضو عشان ايه ما تتلسعش منك. هفضيها بقى دلوقتي في اطباق. ودلوقتي بقى خلاص خلصنا مع بعض وصفتنا، بقت بالشكل ده كده. لو انت حابه بقى تضيفي لها شويه يعني ممكن تضيفي لها جوز هند، ممكن زبيب، ممكن مكسرات، على حسب المتوفر عندك. انا طبعا ضايفه لها زبيب وجوز هند من البدايه، فمش هضيف لها دلوقتي غير حاجات بسيطه بس. بصراحه يعني ما عنديش مكسرات تانية، انا عندي الحاجات اللي هي الطبيعيه يعني اللي عند الناس العاديين اللي زينا بصراحه يعني. يا رب بقى في نهايه الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، بتمنى تجربوه. لو عجبكم ما تنسونيش في لايك ودعوه حلوه كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.